بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد. شوطنا بنقول الثامن ولا الحادي عشر، خصص الجعدان، محليات الأصايل، شعارات أبناء القبائل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين المنطلقين في مختلف ألوان هذه الشعارات الحاضرة من شتى ميادين دولة الإمارات والخليج. أيضا هناك عودة من جديد إلى المركز الأول، انتبه وخلك منتبه يا بالدبيلة، يمعى بن محمد بن يمعى بن عبيد بالدبيلة. وفي المركز الثاني هناك بارتي في ثاني المراكز، علي بن شخبوط علي بن سعيد الكعبي أبو حسن حاضر. وفي المركز الرابع مرفوق عبد الرحمن بن أرحمة بن أحمد الشامسي. وفي المركز الخامس هناك منادي سعيد بن محمد بن حميد بن عواد. وسادس المراكز من الجانب الآخر صفوان وجابر بن علي بن حمد العويسي. وفي المركز الثامن ولا سابع المراكز، اللي في المركز السابع صن مرعب عبد الله بن سيب بن أغنير الاجتبي. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات هناك من أتانا وحل رعد خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي. وتاسع المراكز الحزم وسهيل بن سعيد محمد بن زهر الأخييني. ثامن المراكز نقلتنا إلى المركز التاسع ما شاء الله النادر للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. وفي المركز العاشر هناك من الجانب الآخر اللي في المركز العاشر أيها الإخوة يحمل رقم أدهم بنقول خليفة بن سالم برويس الاجتبي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الوصف التفصيلي. انتبه في المركز الأول في مقدمة هذا الشوط يبغي السلام لأهالي الخوانيج، لأهالي الخوانيج انتبه منفرد. يلا يمعى يلا يمعى، جماهيرك محبينك تطالب 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 بناموس هذا الشوط. المركز الثاني اللي هو مرفوق، يلا يا مرفوق عبد الرحمن بن أرحمة بن أحمد الشامسي. بينما اللي في المركز الثالث اللي في المركز الثالث أشوفه يجاوز هناك من مركز إلى مركز منادي سعيد بن محمد بن حميد بن عواد أيضا حاضر مع ثالث المراكز غي ثاني المراكز. المركز الرابع بارتي 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 علي بن شخبوط الكعبي. وفي المركز الخامس هناك هملول عبد الله بن خليفة ولا نعم شعار المهيري، هذا شعار المهيري ولا شعار المسافر المصيحان أمصيحان نعم محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كان عنواننا للعشرة المراكز الأولى. ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، بقول يصير راس يبد ذبيل وينتهي راس رغم القياسي محطمنا ونسرحن ما شيء وسواس. ما بنقول ما شيء، بنقول ما شيء وسواس بالدبيل ما يفكر ما شيء وسواس. إذا واصل بنقول نسرح عن ما شيء وسواس، يمع جهاز بندن عليه حرز الله من الناس من حيث ما يسبقنا ان حيث ما يوصلنا. شوفه اشوفه سارح مسراح الله. أظني سمع صوتي، أظني سمعني يوم أعد القصيد، أظني سمعني يوم الله حي هالسير يا ابو هزاع، حي هالسير يا ابو هزاع. على نتمنى التوفيق. بينما المركز الثاني هناك منادي سعيد بن محمد بن حميد بن عواد. المركز الثالث بارتي علي بن شخبوط الكعبي. ورابع المراكز هناك مصيحان محمد بن عبيد بن رازم خليفة المهيري. وفي المركز الخامس بعيد عني، خلني عند انتبه. انتبه يا سلام، نحن القصيدة عديناها عاد، المسؤولية عند يمعى، المسؤولية عندك يا بالدبيلة يا ابو محمد. يا ابو محمد انتبه من اللي قادم، انتبه من اللي قادم. سميت شعار 2021، هذا شعار 2021 قادم بتكتيك مميز، قادم بتكتيك جميل. هناك اللي هو بارتي، يا سلام يا ابو شخبوط علي بن شخبوط بن علي بن سعيد الكعبي، راعي شاهين، راعي طلبة، راعي الكثير والكثير
من هذه راعي بعد الزحلاوي بعد هجو ثاني هذاك بسنامين ايضا اسامي كبير. انتبه انتبه ماذا لديك بعد ال 400 متر الاخيره؟ انتبه يمعى بن محمد بن يمعى بالدبيله الفلاسي عصاته في الابطان عصاته في الابطان حتى هذه اللحظه ابدا ما كلموه ولكن وصل شعار بارتي وصل شعار بارتي وصل شعار بن شخبوط في اللحظات الأخيرة في اللحظات الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يصير راس ينتهي راس. لا أنا بقول يضيف قبل التين فزة بنغير القصيدة إن عاد ناوي عيد فوز غالي عند بن شخبوط له معزة ولا تعادل الجعدان روزه ويا مضمره لنبي بزه كان اكتباه عيد فوزه كان اكتباه عيد فوز الاسبوع القادم ما شاء الله عصاته في الابطان وهو مسيطر على المركز الاول. شكرا ابو حسن شكرا احمد بن شخبوط. المركز الثاني يمعى بن محمد الدبيلي. المركز الثالث ايها الاخوه هناك خليفه بن طبيب بن سليمان الشامسي. المركز الرابع شعار محمد بن عبيد بن راشد المهيري. وفي المركز الخامس ايها الاخوه شعار العميمي. هكذا كانت نتيجتنا 6 دقائق 5 ثواني ما شاء الله يتحطم التوقيت. يا سلام يا ابي شخبوط والله انك متألق هذا الموسم متألق متألق. شكرا علي لنيبي ما شاء الله 6 دقائق 5 ثواني ما شاء الله هناك 99 جزء من الثاني تهانينا والنعم.